أختان شقيقتان لا يعلم بحالهن إنس ولا جان، إحداهما مريضة والاثنتان صابرتان في بيت فيه طابقان لا يليق أيهما بعيشة ماض ولا آن. أمي توفت وأبوي سافر وإحنا عشنا في هالبيت هاد، عايشين أنا وأختي هسه من 40 سنة. يعني ولدتوا هون؟ أيوة ولدنا هون. الذياك وكلت الحمام، وعشان المسافة واطية، السقف واطي والريحة تسألي شو الرطوبة والريحة. طيب مين المعين؟ أنا المعين في أختي. أختي مريضة، معاها ضغط، معاها تضخم في القلب، معاها ارتجاج في الرأس، يعني بظل في اليوم بتدوخ 4 مرات 5 مرات. طلباتنا إحنا بدنا حمام ومطبخ، وضعنا منيح يكبه زينا زي هالبشر يعني، ويخلف عليكم. نعم، لمن خاف مقام ربه جنتان، ومن يخاف المقام يبسط كل البسط ليساعد في ترميم أو بناء ملحق لمطبخ وحمام، يؤمن حياة لشقيقتين يتيمتين كريمة بعيدة عن الهوان. برفقة مبادرة فائض ما لديكم، رأينا من عاشتا عمرهما كفافا حتى حسبهم الناس أغنياء من التعفف. ما في عندهم كهرباء عادية، انت بتحتاج انك تحط الفيش عشان، طبعا انا بدي اياك تلاحظي انه احنا ما بنقدر نوقف في الطول، وهذا هم عايشين هون صار لهم سنين في هذا الوضع الانساني. تتخيل انه هذا المطبخ في هذه الجزئيه اللي هم بحطوا فيها جزء اغراضهم، واحنا بنحكي عن اسره عايشه. هذا الجزء الثاني اللي هو العلوي اللي هو المفروض يكون للنوم، انت متتخيليش انه كيف تكون الريحه والشغلات اذا كان هم محتاج في الليل. هنا غرفة النوم، هنا المعيشة الأختين، فهي نوم، أكل، استقبال ضيوف. في رمضان تفتح الحكايات وتجير الزكاة لوجه ذي الجلال والإكرام، مساعدة، صدقة فطر أو مبلغ أيا كان هو في الميزان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.